أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها فرص واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة، لا سيما بالمناطق السياحية في القلب منها يأتي الساحل الشمالي. خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، شدد مدبولي على أنه بالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية واستثمار لمدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر. وأضاف أن تصدير العقار من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، كذا إحداث انتعاش في هذا القطاع المهم، موضحا ضرورة دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية جار العمل عليه ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، ذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، أشار مدبولي إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، ذلك في ضوء التنافسية الموجودة حاليا في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الأعمال التي تتم حاليا ضمن المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، أشار مدبولي إلى أن هناك متابعة مستمرة لتلك الأعمال في إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال صرف التعويضات للمستحقين، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لإنهاء كل التعويضات المستحقة. أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل المنصرم، مقارنة بنحو 40 مليار 360 مليون دولار في نهاية شهر مارس، بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار. تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار. بالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي والبالغ نحو 3 أشهر فقط، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,781 مليار جنيه. مع على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة بلغت 1.21% مغلقا عند مستوى 26,429 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 1.9% مغلقا عند مستوى 5,859 نقطة، فيما شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 وهو الأوسع نطاقا، الذي أضاف نحو 1% إلى قيمته ليبلغ مستوى 8,440 نقاط.
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفا كشف أن تحالف أوبك بلاس الذي يضم كبار منتجي النفط اتفق بالفعل على التحرك فيما يتعلق بإنتاج النفط إذا اقتضى الأمر. في تصريحات له أضاف نوفاك أنه ليست هناك حاجة للتنبؤ بالمزيد من خطوات أوبك بلاس، في حين ينبغي متابعة الوضع في السوق، مؤكداً على أن أوبك بلاس أمامه أيضاً خيار زيادة إنتاج النفط.